عمري ما جبت للتيران، اول مره كنجي للتيران وعندي واحد الفرحه كبيره وعندي واحد ليسبوغ كبير بان الفرقه غتربح اليوم ان شاء الله والكاس غيكون ديالنا ويبقى لينا. الاداء ديالنا، الاداء ديال هذه السنه بخاصه هذه السنه كان اداء رائع وفي المستوى، وهو اللي حفزنا وشجعنا خلانا نجيو. سيبورتي فريق اللابوات، ولكن مع الاسف كيف ما وقعنا في الدومي فينال وقعنا حتى دابا لقينا كلشي عامر، ساشون كو جينا ساعتين قبل. زعما بغينا نسيبورتيو هذا الفريق هذا، حنا فريمون عندنا واحد الطموح كبير ان شاء الله اننا غادي نديو الكاس، وحنايات واخا كنتشجعوا فريق لابوات من في 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 الموقع دابا في الحدث، وكذلك الى رجعنا لدارنا غنبقى تنشجعوا فريق لابوات. الاداء كان جميل جدا، زعما كان غير متوقع، وصراحه حنا عرفنا بان عندنا فريق جيد جدا ويستاهلوا انهم يديوا اللقب. الرساله ديالي هو انهم يتابعوا في المحاولات ديالهم باش يديوا اللقب، وحنا ان شاء الله غادي نساندوهم ومساندينهم ومعاهم حتى ان شاء الله يديوا هذا الكاس هذا في هذه الدوره هذه. جينا مع الاسف، جيت السيمانه اللي فاتت دخلنا تفرجنا، كان الماتش زوين، كان الجمهور زوين، ولكن اليوم جينا واخا قلنا راه جينا بكري مع الساعه لقينا الدنيا كومبلي بزاف، ما نقدروش نغمروا بوليداتنا. لا لا ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاين ماتش ان شاء الله ايجابي ان شاء الله الرحمن الرحيم، بالتوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم، ويستاهلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الفوز. رائع جدا، زعما ليكيب ديالنا ديال النساء كانت من زعما من في الماتش اللي دازو عجبتني بزاف وجاتني تبارك الله في المستوى. وديال اليوم كان سينا تربح بكل الكاس يبقى هنا وان شاء الله يبقى هنا، ولا كوب دي مون نشوفوا حاجه اخرى. اي بيان سور، جينا نسيبورتي المنتخب، نشجعوا ان شاء الله باش يربحوا الكاس. الاداء جيد وكنتمناو لهم الخير. خوات 2-1 يربحوا ان شاء الله، ضروري كاس بقى في المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.